ايوا راه الاغلبيه ديال الناس ملي كيهضروا على هذه المساله ديال الثقه في النفس، اغلبيه الناس اللي باغيين يطلعوا في الثقه في النفس ديالهم كيتعاملوا مع هذا الموضوع بواحد الطريقه غير عقلانيه وغير واقعيه. كنمشيو حدا باش شي واحد اللي باغي يثق في راسو في مساله ديال انه كيتحدث مع الناس، باغ اكزومبل شي واحد اللي ما مسانش انه كيهضر مع الناس بزاف غادي يتعلم انه يهضر، غالبيه الاحيان ما تيقدش، تجي صعوبه كبيره. كاين ناس اللي يتعلموا واخا فواحد لاج كبير واحد العمر اللي كبير، كاين ناس اللي ملي كيجيو يتعلموا كيوقعوا لهم صعوبات كبار. علاش؟ نعطيكم مثال، تخيلوا معايا شي واحد ما كانش كيعوم ملي كان صغير، ملي كان فيه 6 سنين 8 سنين 10 سنين 12 عام صحابو كيعوموا وهو مخلوع من لابيسين، ملي دار 16 عام عاد غيجي واحد النهار يقول مع راسو انا دابا عاد نتعلم نعوم. قعدت شحال من واحد فينا اكزومبل، انا تعيلي تعلمت حتى شي 12 عام ولا شي حاجه، وجو بونس كو بزاف ديال الناس تعلموا يعوموا معطلين ماشي نهايه العالم. ولكن ملي جينا اننا نتعلموا نعوموا، هاد الناس اللي تعلموا يعوموا هما معطلين، واخا داكشي تعلمنا نعوموا في التالي ابار دي كا اكسبسيونيل، حالات خاصه هما اللي ما تعلموش انهم يعوموا كاع على ود الخوف. انا تجيني لا تيميديتي باغ اكزومبل بارابور لو سوجي ديال الثقه في النفس، بحال هاد المساله ديال العومان، شي واحد اللي مازال واخا كبير مازال ما تعلم انه يهضر مع الناس، هادي مساله عاديه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، الا جينا نشوفوها خص شويه ديال لا براتيك وصافي. ولكن فوقاش كيوقع المشكل، فوقاش واحد كيحاول انه يبراتيكي وما كينجحش، ملي كيكون عنده واحد المشاعر قويين لقباح بحال هناك في لابيسين تيكونوا ديال الخوف، هنا كيكونوا ديال الخجل، حتى هو سميتو خوف، واحد الخوف ولكن مختلف. انا بالنسبه لي الثقه في النفس ملي تبدا الواحد يحلم بلي غير يرجع تايق في النفس ديالو بطريقه مباشره من بعد نهار واحد، تنقول له لا راك غلط، ماشي هكا كنثقوا في راسنا، ماشي من بعد حاجه وحده تثق في راسك. نعطيكم مثال، واحد الطبيب مازال كيقرا وما خصوش يكون تايق في راسو اكثر من القياس، يبدا يدير للناس عمليات جراحيه غير ممكن ماشي ما مزياناش. دونك هنا الثقه في الناس تقدر تكون حاجه قبيحه، ونفس الحاجه تخيلوا معايا شي واحد تايق في راسو وهو ما تيعرفش يدير داك المساله، هذا تايق في راسو انه كيعرف يهضر مع الناس وهو ما تيعرفش يهضر مع الناس، يبان لهم بحال واحد الانسان غريب او لا شي واحد كيظن انه قوي بزاف و الى سوبر انتيليجون وبلي الناس كاملين كيحبوه وهادشي ما كاينش. هنا كندخلوا في الامراض ديال لا بسيكياتري اللي كيمشيو للاوبيتال دو بسيكياتري، كتلقى حدا باش شي واحد تيقول لهم انا هو المهدي المنتظر ولا انا هو عيسى بن مريم. دونك باش اننا جوستمون نفهموش المعنى ديال الثقه في النفس، ساهل بالنسبه لي انني تنثق في راسي بحال انني كنثق في انسان واحد اخر. الا جيت عند واحد الانسان صاحبت معاه وقلت له بون انا كنثق فيك، علاش نقولها له؟ كيفاش ندير باش انني نثق فيه؟ الى حدا بس لفتو مليون ولا لفتو 1000 درهم ورجعها لي، الى قلت له لا خليك واش تقدر دير فيه ان بليزير ولا تقدر تخدم دير لي واحد الخدمه وعطيتو المسؤوليه ديالها وفعلا درها في التالي، دونك نبدا كنثق فيه. الى ميم جوز مع راسك، الى بديتي تعطي راسك المسؤوليات وبديتي كتعطي راسك دي طاش وكتطبقهم في التالي غدا كتثق في راسك، سي سامبل. دونك الى واحد النهار نروح دابا على ليكزومبل لا تيميديتي بدينا به، الى واحد النهار قلتي مع راسك شوف انا غنتعلم انني نهضر مع الناس و بور كومونسي غنهضر اليوم حدا مع 10 ديال لي زيترونجي، الى درتيها جوستومون تثق في راسك اي بيتي تا بيتي نوبه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه حتى جوستومون كتفوق على داك المشاعر اللي خايبه وصافي كترجع كتثق في راسك لانه طبقتيها. اما لك انت غير في الدواخل ديالك تايق في راسك ماشي هذه الثقه في النفس، هذا وهم. اما الثقه في النفس الحقيقيه هي انك تطبق الحاجه النوبه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه ومن بعد كنت كتشوف لو ريزولطا. الى حدا دابا انا معالج كنعالج الناس، والا بديت كنثق في راسي وانا عاد تخرجت عاد قريت عاد درت لا فورماسيون ديال الكوتشين ولا ديال ليبنوز نقول لا ماشي هكاك. ولكن ملي تطبق حدا دابا داك التمارين مع 100 واحد غتكون عندك شويه ديال الثقه في النفس، ايوا ملي غتحل الكابيني ديالك وتعالج 1000 واحد ديك الساعه غتطلع لك الثقه في النفس، وملي دوز 60 عام وانت تتعالج في الناس ديك الساعه الثقه في النفس غادي تكون كبيره بزاف. انا بالنسبه لي هذا هو الموضوع ديال الثقه في النفس، هكذا كنتعاملوا معاه. دونك فوقاش الواحد يقدر يحتاج المساعده باش انه جوستومون يطلع الثقه في النفس، هي الا كان داك المشاعر اللي خايبين بزاف اللي كيجيو الواحد واللي كيمنعوه من انه يطبق، اللي كيمنعوه من انه يتعلم شي حاجه جديده. لان باش انك تهضر مع شي واحد راه بحال غنقولوا باش انك تنقص في لابيسين، ما فيهاش شي حاجه اللي كتخلع من غير الا كنتي عمرك درتيها، ديك الساعه يتحابك بلي توقع شي حاجه خطيره. مي سي سامبل، بحال اللي كنتعلموا اننا نعوموا كنتعلموا اننا نهضروا ولا كنتعلموا حوايج واحد اخرين، كل واحد في شنو هو الموضوع اللي باغي يكبر فيه الثقه في النفس ديالو. اي دونك الا كانوا شي مشاعر قويين بزاف الواحد بحال ما قادش يتحكم فيهم وخلبوه بزاف، داك الساعه تيقدر يحتاج المساعده وما يحتاجش ياخذ دي ميديكامون ادويه باش انه ينقص من هذه المشاعر، لا لان هذا ماشي مرض، هذه غير بحال نقولوا حاله
دونك تنقول لكم بلي وي فوالا فبوفي فيغ ليبنوز باغ اكزومبل تتخلي الواحد انه يتعلم يتعامل مع هذه المشاعر بطريقه جديده باش جوستمون في تالي براتيك انا كاين اللي تيقول لي انا جو فو فيغ ليبنوز نكسب ثقه في النفس تنقولوا بون فوالا ها شنو غادير ليبنوز هادشي اللي قلت لكم عندها وداك المشاعر اللي خايبين تقدر انها تزولهم مي داك لا براتيك حتى شي واحد ما غادي يعلمها لك انت خصك ديرها الا ما براتيكيتيش راك ما براتيكيتيش ما كاينش شي واحد تيتعلم يلعب الكاراتيه وهو ما تيلعبش الكاراتيه اولا كاع حنا نعطيو ان اكزومبل ساهل كاين شي واحد تعلم انه يكتب وهو ما تيكتبش هيتي تفرج في الاستاذه كتكتب والاستاذه كتكتب مزيان في السبوره ولكن هنا ما مشاش للدار وكتب حتى هو ولا كتب في وسط القسم ما عمره ما غادي يتعلم اي بور موا سي سا لا براتيك والعلاقه ديالها بلا كونفيونس ان سوا اي لا كونفيونس ان سوا واحد الحاجه اللي كتجي ناتوريل من بعد التطبيق اعتبروا حنا الحياه كامله بحال كنتعلموا شي حرفه اي حاجه غادي تتعلمها بحال تعلمتي شي حرفه هذا هو واحد النجار راه مع الوقت يدوز 4 سنين ولا بدا يكون تايق في راسو انه يمكن له يصوب طبله يمكن له يصوب ماريو يمكن له يصوب هادشي تايق في راسو يمكن له يديرها يمكن يكون ما تايقش في راسو في مسائل واحد اخرين ولكن بعدا في هذا الموضوع هذا تايق في راسو اي بي فوالا نتعلموا بزاف ديال الحرفات الحرفه ديال انك تهضر الحرفه ديال انك تكون ناشط الحرفه ديال هذه الحرفه ديال هذه الحرفه ديال هذه في التالي غتلقى راسك تايق في راسك في بزاف ديال الميادين هذا ما كان تبارك الله عليكم الى اللقاء